ده اكيد. طيب ده احنا اه احنا يمكن كنا بنقول قبل الفاصل، قبل ما حضراتكم تنضموا الينا، ان الضغوط مع التركيز النهارده الفريق شويه الضغوطات بتقل من حواليه، مخلص الدوري بدري، مسافر بكره قبل مواجهه يوم السبت فيه كام يوم، فالفريق الى حد ما يعني مرتاح شويه. لكن التركيز بقى، التركيز من جانب اللعيبه يا كابتن فتحي ده مهم جدا قبل الماتش. تقول ايه في القصه دي، وانه هو يعني احنا خلاص ماتش مهم جدا يوم السبت، قصه التركيز مع لعيبتنا؟ هي التركيز هي جزء من الاعداد النفسي اكيد، ان اللاعب يبقى مركز. معنى ان اللاعب مركز يعني المدرب اعده. ويمكن احنا هنا في حلقه سابقه قلنا ان عندنا فرصه اطول من الوداد. الوداد لسه مخلص مباراته امبارح، صحيح كسبان ماشي مش مهم يعني، مركز تاني. وبعدين ايه، خسران بطوله فنفسيا مش موجود، فعنده لازم مدربه يعد الاعداد النفسي يرجعه من الخساره اللي هو فيها. الوداد وصل نهائي افريقيا الموسم السابق لما كان بيلعب مع الترجي. اذا عنده عناصر او عنده عوامل او عنده امكانياته اللي هي السابقه او خبراته السابقه بتقول انا احد الفرق الكبار العظام. ماشي، احنا بقى كنادي اهلي احنا قلنا عندنا وقت ان احنا بنعد نفسنا. هو موسيماني مش بيعد من النهارده او بيعد من امبارح او مش بيعد بعد ماتش بيراميدز، هو بيعد من يوم ما جه، من قبل بيحضر بيحضر لعيبته، بيحضر الفرقه، بيحضر ليه؟ لان عنده الخبره التراكميه في البطولات الافريقيه. راجل كان في بطوله افريقيه، راجل كان في هذه البطوله، لاعب الوداد نفسه 10 مرات يعني حتى لاعب من خلال تاريخه لاعب فرقه الوداد 10 مرات، فده كمان خبره طبعا كبيرة. خبره كبيره، عارف كل اللعيبه اللي هناك وعارف مدى تحركاته. هي مشكله موسيماني اللي بتقابله او قابلته في النادي الاهلي كم الاصابات اللي حصل، كم الاصابات خلاه ان هو مش مظبط نفسه في الاماكن كلها، مش حتى خط الظهر، الفرقه كلها فيها اصابات. فهو بيحاول بقدر الامكان دلوقتي يلم له مش 22 لعيب، يلم له 16 لعيب سلام، ومن ال 16 هيختار 11 لان هو خلى عمل الروتيشن الكتير مع اللعيبه بحيث كل لعيب بيلعب في كل حته دلوقتي، فسهل ان هو يعمل تشكيل او الاساسي لفرقته بدايه ان شاء الله باذن الله من الشناوي الى خط الظهر ثم النص ثم المهاجمين. هو عاوز يعمل الحكايه دي، فبيعملها ازاي؟ انه حافظ الوداد وعارف فايه نقط الضعف. هو عشان يوضع كمان طريقه لعبه او خطته، كلنا بنجتهد، كل واحد فينا بنجتهد وكل واحد فينا له راي، لكن طرق اللعب او الخطه اللي هو اللي هيلعب بيها هو عارف هيلاعب الوداد ازاي. لان انت عشان تعمل وتعمل خطه صح للفرقه اللي قدامك لازم تكون حافظها عشان ابقى عارف كل اللعيبه اللي قدامي. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم اعرف انا كمان لعيبتي امكانياتها، صح هتنفذ لي الكلام اللي انا عايزه ولا لا. دي نمره اتنين. نمره ثلاثه، هل المباراه دي خارج ملعبي ولا بره ملعبي؟ هل هي مباراه واحده ولا اتنين؟ هي بقول مباراتين، لسه مباراه هناك ومباراه هنا. كل العمليات دي او كل الافكار دي هي بينه وبين نفسه عمال بيفكر فيها وبيشوفها وبيحاول بقدر الامكان يجمع اكبر عدد من لعيبه السلام. يعني هو دلوقتي ما عندوش رفاهيه اختيار اللاعبين، رفاهيه اختيار اللاعبين ما فيش لان في اصابات، فبيحاول بقدر الامكان ان هو يلم له لعيبه سلام. اللعيبه السلام دولت اللي هو يقدر يختار منهم ال 11، ولو اختار منهم ال 11 هينفذ الفكر اللي عنده مع الفرقه اللي قدامه. هو عارف هو هيعمل الفرقه اللي قدامه ايه.